في هذه الانطلاقات وهذه التحديات المثيرة، وهنا لحظات أيضا إعطائي بدء الملخص والشوط الأول ضمن أشواط الإنتاج ثمينة. خالد بسالة برميل العامري، تهانينا والناموس، 7:25 ثمانية أجزاء من الثانية. بينما يأتي الشوط الثاني فكانت شهلة لسالم بن محمد بن سليم العفاري أهدت مصانع الجنوب هذا الفوز، حيث قطعت مسافة 5 كيلومترات في 7:26 وسبعية أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. يأتي الشوط الثالث فكان غازي الحمد بن معيوب بن سالم بن حمد الدرعي ومن قدم الأداء الجميل والتحدي المثير ب7:28 وتسعة أجزاء من الثانية. تهانينا له والناموس على هذا الأداء. الشوط الرابع كان الأسد المبارك بن حمد بن دحروي العامري، حيث فاز في هذا الشوط بانطلاق قوي والتحدي مثير. أو الأسد المبارك بن حبروت بن سلطان الاكتبي فاز بأيضا 7:26 وجزءا واحدا من الثانية. يأتي الشوط الخامس كانت لفحة لمايد بن راشد بالضحاك المنصوري، حيث قطعت المسافة 7:26 أربع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. يأتي الشوط السادس فكان هناك مع العالمية محمد بن معيوب بن سالم الدرعي أكد الفوز للمرة الثانية مع العالمية، حيث قطعت المسافة 7:28 وثمانية أجزاء من الثانية. يأتي الشوط السابع فكان سند محمد بن سهيل بن يطبع العامري أهدى مصانع الجنوب هذا الفوز والانتصار. تهانينا للسهيل بن يطبع العامري أحد المضمرين والمعاصرين مع هذه الرياضة، 7:25 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. يأتي الشوط الثامن كان مشعل المبارك بن سيف بن مبارك بن فاضل المزروعي أكد بأن ميدان التراث قادما للمشاركة القوية، شكرا يا بركي. 7 دقائق وأيضا هناك 26 وخمسة أجزاء من الثانية. يأتي الشوط التاسع فازت في نيران لعبيد بن بخيت بن سهيل العامري، لعبيد بن بخيت بن سهيل العامري ب7:29 وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس. بينما شوطنا العاشر فازت في وحيشة لبيشان بن محمد بن فهد بن بيشان العجمي وأكدت هذا الفوز والانتقال الجميل هنا أيضا من أشواط الإنتاج، 7:24 أجزاء من الثانية. نبدأ بأشواطنا المفتوحة، حيث فازت وصفة لسعيد بن عبد الله بن ياعد الحميري، تهانينا الخليفة بن ياعد الحميري على هذا التضمير الجميل، 7:28 جزءا واحدا من الثانية. يأتي الشوط الثاني عشر فازت فيه منصور المحمد بن عتيق بن زيتون المهيري وأهدت أبناء منازف هذا الفوز الكبير ب7:26 وجزءا واحدا من الثانية. تهانينا لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري. يأتي الشوط الثالث عشر الذي فاز فيه مخلاب لمانع بسلطان بالصريدي الدرعي وأكد أيضا الدرعي أن شعاره قوي وتحدياته مثيرة ونوعية جميلة قدمت من خلال مخلاب، 7:22 خمسة أجزاء من الثانية. يأتي الشوط الرابع عشر فكان الشبابي لعبد الله بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي صاحب التوقيت الأفضل وسلالة الشبابي بقيادة دكتور الأصايل علي بسلطان بن رشيد، 7:17 جزءا واحدا من الثانية. يأتي شوطنا الخامس عشر فازت في الشهامة الهزاع بن ناصر بن بسرود الخيلي وأكد الحكماني هذا التألق من خلال هذا التواجد الكبير، 7:27 خمسة أجزاء من الثانية. يأتي شوطنا السادس عشر فازت في العنود لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري ليضيف نقطة أخرى هنا المجازفة ب7:26 وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس على هذا الفوز. شوطنا السابع عشر كان هناك مدرك لسالم بن سعيد بن محمد بن حمدش الخيلي وأكد هذا الانتصار الكبير هنا في تحديات جميلة للغاية، 7:21 سبع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. يأتي شوطنا الثامن عشر فكان راهي لحمد بن حميد بن منصور الدرعي وأكدوا أبناء ميدان رفاش، فكان حمد عيش أحد الأسماء القوية مع هذه الانطلاقات المميزة ب7:21 ثمانية أجزاء من الثانية. بينما يأتي شوطنا التاسع عشر فازت فيه متاهة لراشد بن محمد بن راشد بن غدير الاكتبي وأكد راشد بوش هذه المتابعة القوية من خلال فوز متاهة ب7:23 وجزءا واحدا من الثانية. يأتي شوطنا العشرين فانطلقت فيه مطفية لمبارك بن محمد بن يروان المنصوري وأكد هذا الانتصار الكبير في تحديات الأصايل، فكانت 7:26 وتسعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. شوطنا الواحد والعشرين الذي انطلق فيه الشاهين لحمد بن مايد بن حمد البريص المري
وأكد هذا الشعار الفوز والانتصار هنا أيضا بسبع دقائق 21 ثانية أربع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما يأتي شوطنا الثاني والعشرين فكان سليل حمد بن الصغيرون بن حميد الدرعي أكد بن الصغيرون هذا التألق وظهور شعاره بكل قوة. سبع دقائق 20 ثانية جزءا واحدا من الثانية. يأتي شوطنا الثالث والعشرين حيث فازت فيه ندى لسالم بن سعيد بن ريو المنصوري، وانطلقت ندى بنجوميتها الكبيرة وبأدائها المعهود حيث قطعت مسافة السباق في 7 دقائق 26 ثانية جزءا واحدا من الثانية. لياتي شوطنا الرابع والعشرين وفازت في انتصار لأيضا عبد الله بن نصيب بن قيطه العامري، وأكد شعار بن نصيب وحده أبناء نادي الشبا هذا الفوز مع انتصار 7 دقائق 21 ثانية و6 أجزاء من الثانية. بينما نوايا تأتي في شوطنا الخامس والعشرين لعبد الله بن شطيط بن سعيد العمري ويهدي أيضا أبناء السلطنة هذا الفوز والانتصار ويستهل هالي مصيرة هذا الفوز الكبير يا أبو سالم. سبع دقائق 25 ثانية 3 أجزاء من الثانية. بينما شوطنا السادس والعشرين تأتي فيه الضبي فيعود حامد بن الصغيرون أيضا بن حميد الدرعي هذا الفوز والتألق، وسلام يا بن الصغيرون سلام راعي سليل وراعي أيضا هناك اللي هي الضبي. سبع دقائق 25 ثانية جزئين من الثانية. هكذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام وصلنا بكم إلى ختام الفترة الصباحية، هذا الانطلاق المميز وهذا الأداء الجميل هنا ضمن انطلاقات مهرجان جائزة زايد الكبرى، هذا المهرجان الكبير والتحدي المثير. هنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام الفترة المسائية هي فترة انطلاقة قوية في تحديات ثمانية رموز.